أنا بس أريد أعرف هاي شلون اللي بيوت انبنت يا ناس يا عالم يا وزير النقل يا إسلام الله وينكم يا عالم؟ بس شوف هاي شلون هاي محرمات شلون انبنت بيوت هنا؟ بس قولوا لي شلون. شوفوا القطار بس شوفوا شوفوا يا عالم شوفوا العراق وين ده يوصل شوفوا شوفوا عسش عم العالم بنات شوفوا لاكو قانون لاكو دولة لاكو سماوات يعني هذا هذا مو محتوى ما له علاقة بالموضوع ولكن بس شوف شوف هذا كاتب صاحب الدار سيد رسول شوف صاحب الدار سيد رسول يعني ما حد يحكي وياه شوف هذا مدري ايش كاتب بس شوف العالم وين وين قاعد تبني بيوت شلون انباعت هاي القطع منو باعها منو باعها هاي كلها ملك للدولة هذه هاي أراضي محرمة محرمة هذه شلون انبنت قطار يمشي بنص البيوت والكم وين صار هاي والكم وين صار هاي بس بالعراق من البيوت كان يمشي القطار بين البيوت بس شوفوا السكه شوفوا هاي سكه شوفوا هاي سكه شوفوا يجي بيها قطار هاي هاي اللي يجي بيها قطار هسه وهاي سكه يعني القطار بالفرع يمشي بالفرع يا ناس يا عالم والله العظيم القطار بالفرع ده يمشي والله العظيم شلون انبنت هاي ارجع واقول شلون انبنت يا عالم انا انحمست حمس هسه من يمني قسما بالله العظيم انحمست